مؤخرا كانت راجت واحد الهضرة بأن الوكالة باغية دير العربة الذكية. مرحبا، احنا ما عندناش مشكل في هادشي هذا كامل. المشكل اللي كاين هو اننا ما كنلقاوش فين كنخدمو. كيف ما كتشوفوا دابا حنا غير في التجزئة ديال الناس، ها هي العلامة ديال التجزئة فين كاينة، ها البني ها هو دا فين وصل. يعني كل مرة كنتنقلوا من بلاصة لبلاصة والمعايير الجزئه ديال البيست اللي كتعلموا فيها ديال ماليها انت كتشوف البلاكه ديال الجزئه هذه دي كامله مجزئه. ها هو البني، ها هو وصل دابا عندنا البني. يعني بحال دابا غيوصل لهنا خصنا نمشيو لهيه، خصنا نمشيو للدروبه فين نخدموا. وكيف ما قلنا حنا مع الاصلاح، حنا ماشي ضد الاصلاح، وانما خص الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا تشوف تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا. خصها توفر الظروف الملائمه للمهني، توفر له فين يخدم. وحنا يدينا من يد من يدينا مع 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 الوزاره. حنا ماشي ضد الاصلاح، وانا ما عندناش فين نخدموا. كانوا وعدونا بحلبات نموذجيه فين نخدموا، وان ما كاين حتى شي حاجه في المغرب كامل، ما كاين حتى شي حلبه نموذجيه فين يخدم. كاين غير الحلبه فين كيدوز الامتحان، الحلبه فين تعلم ما كايناش. ومؤخرا كيف ما قلت لك سمعنا بان العربه الذكيه غادي تكون، والعربه الذكيه فيها معايير وفيها شروط، وحنا ما عندنا حتى شي حاجه من ديك الشيء. حنا يا ريسك وكان ان الوزاره الوصيه انها تسمع المهني وتوفر الظروف للمهني، وحنايا معاهم في الاصلاح. حنا ماشي ضد الاصلاح. ها انت كيف ما كتشوف الشتا والشمس علينا هنا، كيجيونا عيالات، كيجيونا بنات، كيجيونا انت يا كتشوف حتى المراحيض ما كايناش، فين تضرق ما كاينش، فين تجلس انت يا كتشوف ما كاينش، كيجلسوا غير على التروطوار. كيف ما كتشوف انت يا البني ها هو شوف فين وصل. يعني ما كاينش الارضيه فين غتوجد الكونديدا كيف ما طالبه الوزاره، ما كاينش. حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي مستحيله. حنا الوزاره باغيه الاصلاح، حنا مع الاصلاح، وانا ما تعاون معانا توفرنا فين 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 نخدموا. حتى شي حاجه ما موفره كاع للمهني فين يخدم. هذا هو المشكل اللي كاين. المهني راه ما كيتشكاش حتى شي حاجه، ما صعيبه على المهني. المهني اي حاجه كيلقى لها الحل. حنا كونديدا عطيهنا كيف ما كان كنوجدوه، كنتقاتلوا معاه ونوجدوه. وانا ما يمكنش انا جا مول تزي اسبق عليا نمشي كنسبق ليه ونتقاتل ليه باش نوجد الكليان كيف ما باغي الوزاره، راه صعيبه بزاف. اللي كنعانيو منها هو ان التزيئات ديما كيجيو مالين تيسبقوا علينا من هنا. اول حاجه هادي غير هادي اخر تزيئه جينا دابا، هادي واحد تقريبا واحد العام ولا عام شريف، والبني راه وصل دابا ليها. يعني بقات واحد الشهر ولا شهرين غيكون البني هنا، خصنا نمشيو نقلبوا عاد فين غادي نمشيو نخدموا. يعني ارض ديال ماليها هادي، ارض ماليها غدا غادي يجي خويا هنا فياج د الرمله كيبني السكنه ديالو، ما يمكنش تقول له تمنعوا انت. ما تمنعوش يا اخي، شنو المطالب ديالكم نتوما؟ انا كنطلبوا من هاد الوزاره الوصيه توفرنا غير فين نخدموا حنايا، فين يخدموا هاد الناس وفين يمشيو يخدموا. ما يبقاوش هكا مكرفتين كل مره مجرين في البلاصه، كل مره فين عندنا ولادنا، عندنا عيالات ديالنا كيجيو هنايا تيخدموا، ولا بغات غير تمشي المره غير المرحات فين غتقلب عليه. خص تمشي تاخذ الطاكسي تمشي تقلب على شي قهوه فين تدخل، ولا هذا بحق الله شي حشومه. انت راه حشومه هادشي الكثير اللي كيعاني منها القطاع، قطاع تعلم السياكة، بزاف ديال المطالب اللي عندنا، واللي كان مكلفين عندنا التمثيليات ديالنا راه كتبلغ الميساج ديالنا للمصالح المعنية باش زعما تراعي هذا الجانب هذا وتعطينا بعض الحقوق. كما ذكر بعض الاخوان ديالنا كاين التغطية الصحية، كاين بزاف كاين التعويضات، ما عطاونا لا على الغازوال ولا في كوفيد حتى هو ما كان حتى شي تعويض ولا حتى شي حاجة، ورغم اننا شي 4 شهور حنا شادين في كوفيد ما عطاونا لا تعويض ولا تشاعر. دابا عاوتاني هذا ارتفاع ديال الاسعار المحروقه حتى كذلك ما استفدنا حتى شي حاجه، ولهذا كنطالب حنا ديما مهمشي. يعني ما كاينش اللي كيدافع علينا حاليا، فهمتي؟ ودابا كنخرجوا بهذا الصوت ديالنا وبهذا الصرح ديالنا باش كندافعوا على الحقوق ديالنا، واش الصوت ديالنا وصل للبرلمان والحكومه وهنا على صعيد المحلي المعنيين بالامر. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.